أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، انتشرت كميات من الغيوم العالية فوق عموم المنطقة الغربية والوسطى والشرقية، فيما انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة هذه المرة فوق المنطقة الشمالية والغيوم المتوسطة فوق المنطقة الجنوبية الغربية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الكتلة الهوائية شديدة البرودة المتوقع أن تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال الساعات القادمة، وأيضا حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم السبت وتشتد يوم الأحد، وفرصة للثلوج في بعض المناطق، فنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية فوق المنطقة الشمالية الغربية والغربية والوسطى والشرقية. هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية، فيما انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة هذه المرة فوق المنطقة الشمالية نتيجة لتأثر منطقة بلاد الشام بمنخفض جوي. انتشرت أيضا كميات من الغيوم المتوسطة الارتفاع فوق المنطقة الجنوبية الغربية، عملت على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار. خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد توضح اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة من العراق باتجاه شمال الجزيرة العربية تبدأ تأثيراتها على الجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن اعتبارا من الساعات القادمة، تحديدا اعتبارا من ليلة الجمعة على السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في تلك المناطق، تكون درجات الحرارة تلامس درجات الحرارة الصفر المئوي خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. هذه الكتلة الهوائية الباردة تندفع أكثر جنوبا باتجاه المنطقة الشرقية والوسطى وغربا باتجاه المنطقة الشمالية الغربية خلال يوم السبت، تنخفض درجات الحرارة في عموم تلك المناطق بما فيها العاصمة الرياض، تسود أجواء باردة نسبيا نهارا، أما ليلا تسود أجواء شديدة البرودة، درجات الحرارة تكون حول الصفر المئوي في مناطق واسعة. نبقى نتحدث عن الكتلة الهوائية الباردة ونستعرض هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة له، حيث يمتد ويندفع المرتفع الجوي السيبيري من الأراضي العراقية جنوبا وغربا، جنوبا باتجاه الجزيرة العربية وغربا باتجاه منطقة بلاد الشام، حيث يرافق هذا المرتفع الجوي كتلة هوائية شديدة البرودة سطحية الارتفاع، أي أن تأثيراتها ستكون مباشرة وملموسة على كل الأشخاص الساكنين في المنطقة الشمالية من السعودية، ثم لاحقا على المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية الغربية من السعودية يوم السبت. هذه الكتلة الهوائية الباردة ستعمل انخفاض كبير على درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل. ننتقل الآن وإياكم للحديث عن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة أن تبدأ اعتبارا من يوم السبت، حيث تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل باتجاه شمال وشرق المملكة، يقابل اندفاع معاكس هذه المرة لمنخفض البحر الأحمر وكتلة هوائية دافئة ورطبة من جنوب البحر الأحمر باتجاه وسط وشمال البحر الأحمر. هذه الظروف الجوية استعمل على منشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي في عموم السواحل المطلة على البحر الأحمر الوسطى والجنوبية، تشمل مدينة جدة اعتبارا من يوم السبت ويوم الأحد، أيضا تشمل أجزاء من المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية. كما ذكرنا تبدأ يوم السبت لكن تشتد بشكل ملموس يوم الأحد، حيث تطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار خاصة في المنطقة الساحلية الممتدة من ينبع وحتى مدينة جدة. أيضا يترافق هذا حالة عدم استقرار هذه مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الثلجية خلال ساعات صباح يوم الأحد، حيث كما ذكرنا تكون الظروف ملائمة لهطول زخات ثلجية فوق أجزاء من منطقة الحدود الشمالية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد. نبقى نتحدث عن الأمطار وعن حالة عدم استقرار الجوي نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تستمر تأثيراته خلال ليلة الخميس على الجمعة وخلال يوم الجمعة، لكن اعتبارا من يوم السبت أو ليلة الجمعة للسبت ويوم السبت، ومع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة التي كنا نتحدث عنها من الشمال، تتسع رقعة تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي مع اندفاع المزيد من الرياح والتيارات الرطبة من الجنوب نحو وسط البحر الأحمر، حيث تصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار تشمل مدينة جدة خلال الساعات المتأخرة من يوم السبت وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد. تستمر فرص الأمطار خلال يومي السبت والأحد في عموم المنطقة الجنوبية الغربية والغربية والسواحل المطلة على البحر الأحمر
وأجزاء من المنطقة الوسطى تشمل القصيم حائل ووصولا حتى حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الشرقية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لبعض الأتربة المطارة. 12 درجة مئوية حرارة دنيا، الملموسة 11، الرطوبة 57%، والرياح تكون جنوبية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة تستقر حول 17 إلى 19 درجة مئوية خلال ساعات النهار. ليلا يوم الجمعة 10 درجات مئوية، يوم السبت 8 درجات مئوية فقط، ويوم الأحد أيضا 8 درجات مئوية مع طقس مستقر بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشاطنا، للقاء.